القصة الحقيقية لمشوار حياة على طريق الفن. أحلى أحلى طريق في دنيتي، أحلى أحلى طريق في دنيتي، أحلى طريق. كروان الشرق، فايزة أحمد. لأول مرة في الإذاعة، النجمة نادية مصطفى، كروان الشرق، بطولة النجم كمال أبو ريا، نبيل نور الدين، غسان مطر، بالاشتراك مع أركان فؤاد، والنجمة السورية إيمان باقي. مع الفنان القدير سناء شافع. ونجمة الإذاعة يسرية الحكيم. كروان الشرق، المقدمة والنهاية. كلمات محمد حمزة. موسيقى وألحان الموسيقار محمد سلطان. كروان الشرق. المؤلف مصطفى جمعة. المخرج ثروة رضوان. ايه التكشيرة دي يا فايزة؟ ده انت بنت نكتة. مهمومة جدا يا أستاذ أنيس. همي بكي ولا همي ضحك؟ مرسوم على وش ايه؟ همي بكي، ومن العيار التقيل كمان. ايه ده؟ انت بتثبتيلي ان همك يا بكي؟ انا اسفة، الدموع فرت من عيني واصبعني. طيب ليه؟ وعشان ايه؟ خلاص بقيت لوحدي. يعني ايه؟ كل الملحنين الكبار واللي اشتغلت معاهم قبل كده مشغولين عني يا استاذ انيس. ومشغولين عنك ليه؟ بيلحنوا المطربين ومطربات غيري. غيرك مين؟ عبد الحليم مع الموجي والطويل، ووردة تفرغ لها بليغ، وام كلثوم مشغول بيها الصنباطي، وغيرهم. ده اكيد صدفه مش مؤامره. دي مش مؤامرة واحدة، دي مؤامرة. بس أنا أعرف إنك غنيتي لحن للموجي ولحن للطويل من فترة قريبة. لا، من فترة بعيدة. أنا هفترض إنهم عاملين مؤامرة ضدك. أنت بقى هتعملي إيه؟ هتستسلمي للمؤامرات دي؟ لا طبعا، مش هستسلم. هي دي الإجابة اللي أنا عاوز أسمعها منك. أيوة، بس المشكلة إن أنا مش عارفة أعمل إيه. ولا مشكلة ولا حاجة. كلمي شعراء الأغاني اللي بترتاحي لهم وقولي لهم يكتبولك، ولما توصلك الأغاني اديها للملحنين اللي بيخلوكي تتسلطني، وكان فيهم بتلحنها. أنا أتصل بيهم وأقول لهم لحنولي؟ لا لا لا، ده على جثتي. جثتك مش هتنقذك من الموقف اللي انت فيه. لا يا استاذ انيس، انا نفسي عزيزة وانت عارف كده كويس. وجمهورك اللي من حقه انك تغني له. هغني له. امتى وازاي وفين؟ انا عمري ما اتحطيت في موقف وربنا نسيني، وقريب جدا هتسمعني بغني الحان جديدة. افلح ان صدق. اشمعنى بقى هاني الود؟ عجباني قوي يا استاذ، ونفسي اغنيها بصوتي واصورها كمان. وكمان هتصوريها؟ ايوه، انا اتفقت مع التلفزيون على كده، والموضوع كله متوقف على موافقتك. وهو انا اقدر ارفض لك طلب يا حياتي؟ انا كنت واثقه انك مش ممكن تخذلني. اخذلك ازاي بقى؟ ده انت عندي ليكي معزه خاصه. متشكره قوي، متشكره قوي 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 يا استاذ. اسمعي، امسكي الشريط ده، عليه لحن هاني الود.
وأول ما تحفظيه اتصلي بيا علشان نحدد مع بعض مواعيد البروفات والتسجيل. الله يخليك إلي يا أستاذ. بس أنا كنت أفضل لفايدة أحمد إنها تغني لحن جديد. واللحن ده أجيبه منين؟ والملحنين اللي بتعاون معاهم مش فاضين لي، حتى أنت يا أستاذ. حقيقي أنا فعلا ما أثر في حقك يا فايدة، بس وعدك هعمل لك لحن جديد وقريب جدا. مفهوم يا فايدة؟ مفهوم يا أستاذ، أعتبر هاد وعد؟ وعد يا فايدة. أكلم الأستاذ محمد سلطان لو سمحت. خليكي معايا ثانية واحدة. ألو؟ أيوة أيوة أنا معاك. للأسف الأستاذ محمد سلطان سافر اسكندرية. ما تعرفش رجع إمتى؟ لا يا فندم للأسف ما سابش خبر في رسمي. ياريت لو تعرف نمرة تليفونه في اسكندرية تقولي عليها، لأني عاوزة ضروري. للأسف برضو النمرة مش عندنا في الريسبشن. طب لو سمحت أول ما يوصل من اسكندرية قول له كلم رويدة عدنان ضروري ضروري. شكرا. ألو مين؟ إيه مش عارف صوتي، أنا رويدة. اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا يا رويدة، ازيك؟ جيت امتى من اسكندريه؟ لسه واصل دلوقتي، يا دوبك بفتح باب اوضتي لقيت التليفون بيرن. انا اتصلت بيك قبل كده. ايوه ايوه ريسبشن بلغني وانا داخل الاوتيل. خير؟ انت عاوزاني في شغل يا رويدة؟ لا عاوزاك في موضوع مهم جدا. مهم جدا جدا جدا. انا تحت امرك يا رويدة. ممكن تفوت عليا في البيت نشرب قهوه مع بعض؟ ما عنديش مانع، بس امتى؟ يا ريت دلوقتي. معقوله؟ ده انا لسه واصل من السفر. بقول لك الموضوع مهم جدا جدا. انت ما تفهميني ايه هو الموضوع؟ ما ينفعش اكلمك عنه في التليفون، لازم تيجي وتبقى قاعد قدامي ونتكلم. طب اديني فرصه اخد نفسي من السفر، اخد لي حمام بالمره وبعدين افوت عليك. طب علشان خاطري ما تتاخرش. لا مش هتاخر. سلام. مش عاوزاني في شغل وبتقول لي الموضوع مهم جدا، يبقى ايه الموضوع ده؟ مش ملاحظة يا رويدة ان من ساعة ما جيتلك واحنا بنتكلم في الفن والصحة والجو. ملاحظة طبعا، ومش راضية اقطعك في الكلام. لا يا ست قاطعيني، قوليلي بس ايه هو الموضوع المهم اللي صممت اجيلك علشانه. ايه رأيك في فايزة احمد؟ هو ده الموضوع المهم؟ ايوه هو ده الموضوع المهم. جاوب بقى على سؤالي. يعني يا فايزة احمد يعني فنانة قديرة جدا وصوتها صوت عظيم جدا، انا بحب كل اغانيها الحقيقة. دي فايزة الفنانة. طب وفايزة الانسانة؟ نعم. ايه مالك ساهمت كده؟ أصلك سألتيني سؤال صعب يا رويدة. يعني وصعب ليه؟ لأن أنا كل تركيزي وتفكيري فيها ما تعداش كونها فنانة، وأنا بعتبر أن الجانب الإنساني ده شيء يخص الفنان نفسه، مش من حق أي حد يفكر فيه أو يتابعه أو يوجه له أي نقد. وكواحدة ست. إيه يا رويدة هو في إيه بالظبط؟ جاوب بس على سؤالي وريحني. طب أنا جاوبك إزاي وإحنا ما تقابلناش غير مرتين وصدفة؟ فايزة قالت لي نفس الكلام، بس ممكن تكون لفتت نظرك كواحدة ستة في المرتين دول. لا أنا ما أعتقدش إن ده حصل. أمال إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل إن أنا كنت سعيد جدا بيها لما شفتها في المرتين دول، لأن اتعرفت عليها عن قرب يعني. طب لحظة واحدة، أنت بتعملي إيه؟ أنت هتكلمي مين بالظبط؟ ألو؟ أيوة يا فايزة، محمد سلطان عندي وعاوز يكلمك. ايه يا رويدة في ايه؟ اتكلم بقى. معقولة تفاجئيني كده يعني؟ الو الو يا رويدة. انا محمد سلطان. مساء الخير يا ست الكل. اهلا يا محمد، ازيك؟ بقالنا كتير ما تقابلناش ولا شفناش بعض يعني. عندك وقت ولا مرتبط بمواعيد؟ لا انا مش مرتبط غير برويدة عدنان لان انا في بيتها اهو. طب اسمع، هاتها وتعالى حالا. اجي فين حضرتك؟ الزمالك، رويدة عارفة العنوان، يلا تعال. ضروري يعني دلوقتي؟ التلفزيون هيذاع لي أغنية هاني الود بعد ساعة، ونفسي تسمعها معايا يا محمد. ماشي خلاص، مسافة السكة هكون عندك أنا ورويدة. مع السلامة. يلا يلا يا ست رويدة يلا. أنا جاهزة. شوفي حبه سعيد.
ها شو رأيكن؟ تجنن يا فايزيه. وانت يا محمد؟ يعني معقول أقول رأيي في صوت الكروان وإحساسه الرائع اللي بيغني بيه؟ هاي مجاملة لطيفة منك وأنا سعيدة بها جدا، بس بجد بجد بيهمني فعلا أسمع رأيك. أنت فنان وأكيد كونت رأيي لما سمعت الغنية. إيه مكسوف؟ لا يا رويدة مش مكسوف، بس خايف. خايف؟ خايف من شو؟ خايف ملقاش كلام أوصف به الحالة الجميلة اللي أنا عشتها وأنا بسمع هاني الود بصوتها. بجد يا محمد كنت موافقة وأنا بغني؟ أنت مش كنت موفقة، بس لا أنت تفوقتي على نفسك. سيبونا بقى من هاني الود وخلونا نتكلم بقى في الكلام المهم. على فكرة أنا قلقان منك. إيه بقى ست رويدة الكلام المهم؟ ما تاخدش على كلامها يا محمد، أي بتهزر يا فايزي. بس بقى يا رويدة أديني بسيت. انت رح ضلي حتى وشك هيك بوش باب الكازينو على طول؟ ايه عندك منع؟ لا ما عندي، بس افهم ليش. منشان شوف محمد سلطان وهو داخل من الباب. نعم بدي عيونه تيجي بعيوني لحظة دخول الكازينو. هيك يبقى المحكمة اتنورت. وحضرتك بتبصي في ساعتك ليش؟ لأنه صارت واحدة ونص صباحا وشكلنا هيك رح نمشي من غير عشاء. فكرك محمد ممكن يعملها وما يجي؟ لو واحد تاني بيقلك ايه، انما محمد لا لازم يجي. هو وصل اهو. انا اسف جدا على التأخير، اسف جدا والله. حصل خير، اقعد. لا انت رح تقعد وين؟ هنا. اقعد جنبي يا محمد هنا. متهيألي بقى نطلب العشاء. لا انا تعشيت عند صاحبي، بس رغم انفي والله اصله ضغط عليا كتير هو ومراته. اتفضلوا تعشوا انتوا بقى. طب اشرب شي. هاخد قهوة. وانا رح اخد قهوة. وانا رح اقوم امشي لان السهرة هيك شكلها حتطول والقهوة هتنزل ترف. تصبحوا على خير يا حبايبي. مع السلامة. محمد ممكن اطلب منك طلب يا محمد؟ امورين يا فايزة. خير. ليه الزمان بيدور ويفوت علينا، يجي علينا الدور تبكي عينينا. ليه الزمان بيدور ويفوت علينا، يجي علينا الدور تبكي عينينا. من دمع الهزار من بين ايدينا، ولا عمر حتجيبوا الدموع، تجيبوا الدموع، تجيبوا الدموع. مهما بكينا يا حبيبي مهما بكينا. كروان الشرق غدا لقاء جديد. مصطفى جمعة، ثروة رضوان.